معرفتوش يا صحابي ايه اللي حصل، واحنا راجعين من القمر مع باز يطير ركب معانا الصاروخ، انسان آلي واحنا ما خدناش بالنا منه، وقعد يراقب البيت بتاعنا انا وسارة وماما وبابا، قعد يراقبنا وفي الاخر دخل من الشباك في اوضة ادم، وحصل البلاوي كتيرة. اتفرجوا وشوفوا ايه اللي حصل. قبل ما تبدأوا الحلقة عايزة اقول لكم ان الانسان الالي بقى شبه سارة خالص، هو عمل نفسه شبه سارة بعد ما راقب البيت مدة طويلة، فخلى نفسه شبه سارة خالص عشان يعيش معانا ويتلخبط. شوفوا بقى، ادخلوا بقى شوفوا ايه اللي حصل. خذ يا قلم الكورة، دفع عليه شوية. ماشي يا صراحة، هدفع عليه شوية زي ما انت قلتي. يا سارة يا سارة، تعالي تعالي، يلا يا سارة تعالي عشان تساعديني. حاضر يا ماما، جاية اهو، ثانية بس. انا هدخل انام عشان انا نعسان قوي ومش لاقي حد يلعب معايا. ايه يا ترى، انت مروحتش تساعدي مامي ليه؟ اهلا بيك يا ادم، سوف اروح اساعد مامي. ايه يا ترى، انت بتتكلمي كده ليه؟ سوف أنظر في الأمر. لما عمل مقلب في بابا في ماما واستخبى وخليها تقعد تدور عليا ومساعدهاش دلوقتي. سارة سوف تعمل مقلب في مامتها، أذهب أنا الآن. سارة يا سارة تاني برضو، يا سارة عايزاكي تيجي تساعديني، انا مش عارفة هي راحت فين البنت دي. انا جئت مامي، ماذا تريدي ان افعل؟ ايه ماذا تريدي ان تفعلي؟ ايه ده، انت بتتكلمي كده ليه يا سارة؟ مالك يا حبيبتي، مالك، انت سخنة ولا ايه؟ لا يا ماما، انا انت كده هتتعبيني، ما لا اريد، اخليكي بخير. يلا روحي 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 العبي يا ساره، روحي روحي، انت لسه هتقعدي تقولي لي انا بخير؟ انت هي ناقصه لعب، انا مش وقت لعب ده خالص يا ساره، انا كنت عايزاكي تساعديني. روحي يا ساره روحي. وفين الولد آدم ده؟ أنا بقالي كتير ما شفتوش، تقريبا شفتوش من أول ما جيت. أما اندهله يقعد معايا. يا آدم يا آدم آدم يا حبيبي، تعالى اقعد مع بابي. بابي جه. أنا جيت يا بابي. نورت البيت يا حبيبي. مالك يا حبيبي بتتكلم كده ليه؟ أنت كنت كويس؟ أنت مالك، صباعك حد دايس عليه ولا إيه يا حبيبي؟ بتكلم زي سارة. مثل سارة؟ طب ما ننده لسارة، ازاي سارة بتتكلم كده؟ في ايه مالها؟ ماشي يا حبيبي تعالى اقعد جنبي، تعالى يا سارة يا سارة، تعالي يا حبيبتي تعالي، ان بابي جه من الشغل عايز يسلم عليكي. اهلا 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 بك بك يا بابي. ايه ده يا ادم، ده انت عندك حق يا حبيبي، هي بتتكلم كده ليه؟ اهلا اهلا بك يا سارة، تعالي يا حبيبتي تعالي، انت بتلعبي صح؟ بتلعبي معانا؟ لا وقت اليوم للعب، أنا أملك اليوم مهمات كثيرة. مهمات كثيرة؟ ايه ده، ده في ايه يا ادم، انت فاهم حاجة ولا ايه؟ ماشي يا سارة روحي اعملي المهمات يا حبيبتي الكثيرة بتاعتك.
هستخبيك كتير لما اروح بقى اساعد ماما عشان ما تزعلش. ايه ده يا ماما؟ ايه ده؟ هي دي مراية ولا ايه يا ماما؟ يا ماما يا ماما، من انت؟ من انت؟ ما هذا؟ ما هذا؟ يا ماما يا ماما. ايه يا سارة؟ ايه ده مين دول؟ انت فين سارة؟ مين سارة فيكو؟ ايه ده؟ يا أسامة تعال شوف ايه ده؟ ايه اللي فيه ده؟ ايوه يا مي، في ايه ده؟ ايه ده مين دول؟ مين؟ يا سارة واختها. يا خبر، سارة بقت اتنين. الحقيني يا مامي، انا سارة الحقيقية. لا يا مامي، انا سارة الحقيقية. والله انتوا الاتنين شبه بعض، بس طريقتك انت يا سارة اللي بتقولي حقيقية برضو غريبة شوية. انت شكلك انت سارة بنتنا، انت شكلك انت مش عارف انت مين، بس انت طريقتك مش زي سارة خالص. اكيد في حاجة واحدة فيكو سارة، بس مش عارف مين فيكو. خلاص يا أسامة، سهلة قوي، احنا ممكن نعرف مين فيهم سارة الحقيقية والتانية مش عارفة مين، بس احنا ممكن نعرفها بطريقة سهلة. هنسأل حاجة ويكون سارة هي بس اللي عارفاها. انا هسأل سؤال وحد فيكم يجاوبني السؤال ده. انت يا سارة ايه اكتر اكلة بتحبي ان انا اعملها لك؟ بحب كل الطعام من يدك يا امي. انا بحب البنية يا ماما، انت عارفة طبعا. ايوة انت كده سارة حبيبتي، انت بنتي حبيبتي. امال مين ده؟ انت مين؟ انت مين ولا انت مين؟ انت في ايه ده؟ مين ده؟ ده شبهك خالص. انا الانسان الالي، اريد ان اعيش معكم، انا احبكم كثيرا. انسان الي؟ ايوه، هي رحلة القمر اللي بترمي علينا البلاوي ديت. انسان الي وعايز تعيش معانا كمان؟ طب يا انسان الي، انت شبه سارة ازاي قوي كده؟ هو انت اصلا شبه سارة ولا ايه؟ وبعدين انت عايز تعيش معانا؟ احنا هنعرف احنا هنعيش مين ولا مين معانا؟ انت عايز تعيش معانا يا سيدي. الله، سيبه معانا يا بابا، انا حبيته قوي. جرس الباب بيخبط. طيب روحي افتحي الباب يا سارة لحد ما نشوف الموضوع ده هنعمل فيه ايه. افتحي الباب يا حبيبتي. اريد ان افتح انا الباب يا سيدتي. روحي افتحي الباب يا ستي، روحي اما نشوف هنعمل ايه فيكي دلوقتي، بس روحي افتحي الباب دلوقتي. اهلا بك سيدي باص يا تير. اهلا بك، يبقى انت الانسان الالي اللي بندور عليه. احنا الدنيا مقلوبة عليك، بكالة ناسا بندور عليك يا اخي. انت ازاي ركبت معانا الصاروخ ونزلت معانا كده من القمر؟ انت ازاي عملت الكلام ده كله واحنا مش مشوفناكش؟ طب يلا عشان انت الدنيا مقلوبة عليك. اهلا بيك يا سيد اسامة، اهلا بيك يا سيدتي. معلش احنا ازعجناكم. الانسان الالي ده ركب معانا الصاروخ لما كنا في القمر ونزل معانا واحنا ما شفناهوش، والدنيا مقلوبة عليه وبندور عليه. يا ريبورت بنت شكلها. طيب انا معلش انا لازم اخدها حالا عشان اوديها وارجعها تطلع تعيش تاني فوق. يا حلاوة يا حلاوة، كمان باز يطير؟ ده احنا هنقلب دلوقتي بيتنا كله، هتبقى سفينة فضاء. اتفضل يا استاذ باز يطير، اتفضل خد الصاروخة، ولا خد مين الانسان الالي ده، خده معاك. اتفضل هو كان عايز يعيش معانا، والله احنا كنا بنقول له عيش معانا، بس خده، مفيش مكان اصلا يعيش معانا. اتفضل. امرك يا سيدي، سوف احضر نفسي للذهاب معك. انا احببتك كثير يا سارة. يا ادم كنت اريد اللعب معك. وانا والله كمان. وانا كمان حبيتك والله. اسف سيدتي للازعاج. لا والله مفيش ازعاج ولا حاجة، ده احنا حبيناكي خالص والله. والله لو ينفع تقعدي يا ريت تقعدي، ده انتي انسان قالي ابن حلال، حبيناكي خالص. استأذنك سيدي، سوف اغادر. اتفضل يا حبيبي غادر،
ويا ريت يبقى تعالى كده اي صاروخ جاي من القمر علينا بقى تعالى زورنا، والله احنا حبيناك فعلا. اتفضل اتفضل يا حبيبي. مستعد سيدي باص يصير. عن اذنكم يا جماعه انا هضطر بقى اغادر انا كمان، اتفضل يلا عشان نروح على حاجه اوديك لي صاروخ طلعت تاني القمر. والله دي كانت زياره لذيذه خالص لي. انت يا ساره عرفنا ان بقى ليكي كمان انسان آلي شبهك. والله كان جميل خالص. يلا ربنا بقى يوصله بالسلامة. باني يا بابا عداني، ده انا حاسة ان نسيته في بداني. انا خايفة اطلع انام. ده ادم اتعدى منه ولا انت كمان ادم انسان آلي ولا ايه يا ادم؟ هاي مقلب. يا ريت لو الفيديو عجبكم يا اصحابي تدوسوا لايك وتنزلوا تشتركوا في القناه وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل، وتكتبوا الكومنتات علشان يوصلكوا كل حلقه كل يوميات ساره مع توته.